حينما يبدع المعلم. جددوا فأفادونا، اجتهدوا فأسعدونا. لم تختاروا مهنة التدريس، بل هو من اختارها عن رغبة وبشيء من التحدي الذاتي الذي يغذيه طموح المساهمة في تحسين جودة التعليم في بلادنا. فهل استطاع تحقيق هذا الطموح؟ طارق بوزيد شاب مجد طموح، لا يتجاوز سنه 28، ورغم ذلك حاز مجموعة من الشواهد العليا. فبعد حصوله على شهادة البكالوريا شعبة العلوم الرياضية سنة 2007، تابع دراسته ليحصل سنة 2011 على الإجازة الأساسية في العلوم الرياضية والتطبيقات. مواصلاً طموحه في حصد الشواهد العليا، قرر متابعة الدراسة في مجال التربية والتكوين وديداكتيك الرياضيات، فحاز شهادة الماستر تخصص التربية في الرياضيات والتكنولوجيا سنة 2013، ما أكسبته صفة مهندس بيداغوجي. المجدد طارق بوزيد دخل عالم التدريس طواعية وعن رغبة، فبعد تسلحه بعدد من الشواهد وعوض البحث عن فرص العمل في مجال المشاريع التربوية، قرر الاحتكاك بميدان التدريس وخوض تجربة الممارسة الفصلية، وهو ما استطاع تحقيقه إذ اجتاز المباراة الوطنية للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بنجاح سنة 2013، ليتخرج سنة 2014 ويلتحق بسلك التعليم متسلحا بالرغبة في خوض غمار التجديد على مستوى طرق التدريس، متحديا كل الصعوبات والمثبطات. متعطشا للعلم والمعرفة، واصل طارق بوزيد التحصيل بالموازاة مع عمله، مقررا تتويج مساره الدراسي بشهادة أعلى، فأقدم على التسجيل في أحد مراكز دراسات الدكتوراه بجامعة محمد بن عبد الله بفاس سنة 2014، ليستكمل مساره في مجال الهندسة البيداغوجية والتربية وديداكتيك العلوم. لنستمع إلى الأستاذ طارق بوزيد. تتجلى القيمة المضافة للتطبيقات التي تتعلق بالهندسة الفضائية على التدريس مادة الرياضيات، فهي تمكننا أولا من ربح الوقت وجذب وحث انتباه المتلقي أو المتعلم، بل تحول عملية التعليمية التعلمية من جامدة إلى عملية تفاعلية، فالمتعلم يتفاعل، وبالتالي فهي تحول التعلم وتمكننا من تعلم أكثر فعالية، وتزيل ذلك العائق الديداكتيكي الذي يكمن في تمثيل أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد، لأن التمثيل يكون ثلاثيا أصلا ومتحركا وديناميكيا تفاعليا لا ثابت ولا جامد، فالمتلقي أو المتعلم هنا يجد نفسه في محور العملية التعليمية التعلمية، يتحكم في تعلماته ويريدها بشكل سهل وسلس، فتركيزه يكون بالتالي أكبر والنتائج بطبيعة الحال تكون أفضل. بدفع إغناء المحتوى البيداغوجي الرقمي على شبكة الأنترنت، دخل غمار مسابقة أجود الفيديوهات التعليمية، خاصة أن الإقبال على هذه الوسائط في تنام متزايد، وأيضا لأن الفيديو يتيح للتلميذ مشاهدة الشرح وتتبع التعليمات، ويمكنه من التحكم في عملية تتبع الدرس عبر إيقاف الفيديو عند معلومة ما أو إعادة المشاهدة متى دعت الحاجة إلى ذلك. وموضوع الهندسة الفضائية الذي شغل اهتمام طارق بوزيد جاء إثر ما لاحظه من خلال تجربته داخل فصول الدراسة، إذ أن أغلب التلاميذ يعانون من لبس وخلط في المفاهيم والخصائص المتعلقة بالهندسة الفضائية الإقليدية، وهذا الوضع ناتج حسب طارق بوزيد في طبيعة الوسائل الديداكتيكية المستعملة منذ السلك الإعدادي والثانوي، أي السبورة والطباشير، وهي الأدوات التي تتطلب قدراً كبيراً من المخيلة لاستيعاب التمثيل الثلاثي الأبعاد على سطح ثنائي الأبعاد.
لنستمع إلى الأستاذ طارق بوزيد. نتطلع دائما إلى مستقبل أفضل للتعليم، وذلك عبر تجديد الممارسات الفصلية، نراهن على هذا، وألا تصبح المدرسة ذلك الوسط الراكد الذي يبعد كل البعد عن كل ما هو جديد وحديث، بل مكان لاستثمار المواهب واستغلال الطاقات وتكوين أجيال تواكب العصر والتطورات. في الأخير نشكر راديو منارات على الاستضافة الطيبة، وشكرا جزيلا. طارق بوزيد أستاذا للرياضيات بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني ببن سليمان، المهووس بالعلم والتحصيل والمعرفة، يتقن 4 لغات، العربية والفرنسية والإنجليزية واليابانية، إذ قبل التحاقه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مارس التعليم بإحدى المدارس بتطوان كأستاذ للغة اليابانية. حينما يبدع المعلم. جددوا فأفادونا، اجتهدوا فأسعدونا.